اهلا بيكم معانا مره تانية في الراديولوجي في ميدليرن ودلوقتي باذن الله نتكلم عن الشست ال اتكلمنا عن الهارت في الحصه اللي فاتت دلوقتي نتكلم عن الشست وهنبص على ايه في الراديولوجي بتاعه أه الحقيقه لما اجي اتكلم على الشست احب اقول اول حاجه ان لما يبقى عندي لونج اكس راي او شست اكس راي لازم ابقى سيستماتيك يعني لازم يو نيد تو ديفلوب ايه سيستماتيك ابروتش تو فيو الايه الاكس راي دهيت يعني سواء احنا كنا داخلين امتحان او دكاتره بنشوف اكس رايز اون ديلي بيزس في العيادات بتاعتنا او المستشفيات او غيره إيه, إيه, إيه لازم نديفلوب طريقه سيستماتيك سريعه، احنا بصينا على القلب الهارت، المره دي هنتكلم على الشيست والطريقه السيستماتيك بتاعته، انا بحاول ابسطها إيه بان احنا يعني مشهور قوي ان احنا بنبدا ايه بالتراكية نبص على التراكية اللي هي الايه السواد دوت اللي في السنتر اللي هو نتيجه فيه اير هنا هوت في فايه؟ هنا هو بيبان على انه سواد وبعد كده هنبص على اللنج تيشو اخباره ايه؟ هنا هو وبرده نقارنه بالناحيه الثانيه دايما بعد كده بنفكر في البلورا اخبارها ايه الغشاء البلوري ده هو ايه اخباره ايه اللي هو المفروض يعني ايه انفيزيبل ولكن ممكن يبان في حالات معينة بعد كده بننزل على الكوستوفرينيك انجل شايفينها الزاوية ده وبرده ايه اختها هنا هو كده ال الزاوية اللي تحت دي هي دي الكوستو ايه فرينيك انجل هنا هو ده اهي دي بت بت بتجمع فيها ايرلي بلورال افيوجن على سبيل المثال وعندي الدايفراجم ما ننساش نبص عليه هنا اهوت الناحيه دي برضو والناحيه دي ونطلع بعد كده على الايه ها المنطقه اللي هي في النص دي اللي هي الهايلم بتاع الايه اللنج وما ننساش في الاخر نبص على الريبز والايه والشيست وول نفسه ايه اخباره ايه هنا هو في حاجه معينه ليها علاقه بال بالريسبيراتوري سيستم فيمكن انا هنا ايه ملخصها لكم بطريقه ظريفه ان احنا بنبص على التراكية في الحصه الجايه هناخد اللنج اللي بعدها ان شاء الله البلورا اللي بعدها الكوستوفرينيك انجل بالتفصيل بنشرحها والديافراجم بعد كده الهايلر اريا الشيست وول اهي التراكية اهي اللنج اهي البلورا ها اهي الكوستوفرينيك انجل تحت هنا اهوت كده اهوت ها بنبص عليه إيه الهايلم بتاع اللنج في المنطقه ده هو تا بنشوف اخباره ايه كبير او حجمه طبيعي وبعد كده بنبص على الايه الريب كيج نفسه او الايه او الشيست ال وول سواء ريبز او تيشوز طالعه من بره ممكن ليجن بره ها وفي الاكس راي ظاهر لك تفتكر جوه الاكس راي وهو من الشست وول موضوع تاني ايه خالص لما هنيجي نتكلم عن الـ 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 المرحلة اللي بعد كده لو اجي ابص على التركية آه التركية هي الانبوبة دي السودة ده دهيت شايفينها دهيت ده الحتة دي اهو في ابيض وجواه ايه انبوبة ايه سودة كده هو أهي أنا همشي باللاين عليها الناحية دي اهو كده اهو وهمشي برضو ايه بلاين الناحية التانية عليها بالملي الأنبوبة السودة دي هي الايه التراكية يعني انا حتى ايه عامل إيه عامل لها تو لاينز سوت حواليها وبشيل اللاينز على طول عشان تتخيلوا يعني هي إيه واضحه قوي 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 الانبوبه اللي في النص دي هنا هو دي المفروض تبقى سنترال التراكيه وضعها الطبيعي يبقى ايه سنترال إيه وهنا اقدر اقول انها سنترال وانا عندي دليل ان اللي شايفين الايه سباينس بروسس دي في متسنتره ازاي بتلاقيها ايه على لاين واحد كده يبقى معناها العيال متسنتر ما هوش معوق ما لو هو معوق ممكن يديك ايه اب نورمال ايه شكل في التراكيه لكن هنا العيال متسنتر فاقدر احكم واقول ايه التراكيه هنا ايه سنترال طب احتمالات التراكيه ان هي تبقى اب نورمال ايه يعني لما نيجي نبص ممكن تبقى التراكية مرمية في ناحية معينة يعني لقيتها ايه في, في, هذا الاتجاه مرمية يعني بدل ما هي متسنطرة هنا اهوت كده اهو زي الرسمة دي هتلاقيها ايه مرمية في ايه في هذا الاتجاه لما تبقى مرمية في اتجاه معين او ديفييتد يعني في اتجاه معين يا اما هو بالعقل كده حاجة زقاها من الناحية دي صح ولا لا آه. يعني نتخيل كده حاجة زقاها زي بلورال افيوجن فعيصة وضغطة والناحية دي او حاجه شداها من الناحيه دي ها زي مثلا ايه فايبروزس شد ايه على ايه التراكيه واصله التراكيه وراحت شداها ايه الناحيه دي يبقى انا عندي دايما افكر التراكيه لما تبقى ايه ديفييتد ها زي الرسمه دي كده يا اما حاجه بتزق من ناحيه من ناحيه الاوبوزيت يعني ها او حاجه بتشدها ايه من ايه من من الناحيه دي فانا عندي يا اما تبقى بوشت مشهوره قوي ايه او بولد التراكيه ايه بحاجه في ايه في نفس ناحيتها ولازم طبعا ابص على الاكس راي مع الكلينيكال اكزامينشن عشان اشوف ايه الـ الـ الحاله شكلها ايه. عندي بس على سبيل المثال شايفين التراكيه هنا انا عاوزكم بس تبصوا لحظات كده. الحقيقه انا ما شفت الصوره اوضح من كده في حياتي، يعني شايفينها ايه؟ التراكيه ده هيت الانبوبه ايه؟ السودا اللي جوه ده هي اهي. اللي هو دي جوه دي وانا ايه ارسم لكم عليها كمان اهو كده اهوت اهو. شايفين عاملة ازاي اهي التراكية اهو حتى ايه الفروع بتاعتها باينه بعد كده شيء مش طبيعي يعني شيء مش طبيعي التراكيه هنا اهوت في الحاله دي لو انا اشيل كده اهوت يعني من اجمل ما يمكن تراكيه ديفييتد لل ال اهو ديفييتد للليفت سايد ودي نتيجه ايه شايفين الحته اللي فوق دهيت اهي دهيت ده دي دي كانت راديشن إنديوست ايه fibrosis في الحته دي زي ما مرسوم معايا ايه ما لكم فوق على اليمين راديشن إنديوست ايه فايبروزس شادد التراكية تماما ناحية الايه الليفت سايد فمعوجة ايه كده اهوت اهي اهي التراكية معوجة تماما هنا اهوت فيبقى الحقيقة من الاكس رايز الرائعة ال 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 دهيت ده هي اللي هي التراكية ديفييتد للليفت سايد بسبب ايه وجود ايه فايبروزس ها في ال في ال في ال في اللنج ارجع لها ثاني ثانية واحدة اهو ادي فايبروز اهي الناحية دي شادة الايه التراكيا الكيرف بتاعها اهو اهو وادي بقى البرونكاس اهي عشان تبقوا في الصورة اهي البرونكاس وادي التراكيا اهي ديفيتد تماما لهذه الناحية عشان في فايبروزس في الأبر بارت بتاع اللنج كان راديشن ايه انديوست ايه هنا اهوت طيب اللي بعدها التراكية هنا العكس خالص ديفييتد ايه للرايت سايد بسبب ها هنقول دلوقتي اهو ادي ادي السنتر اهو كده هوت. المفروض الايه الميد لاين ايه هنا اهوت كده ها هتلاقي التراكية الحتة السواد ده وسط البياض حتة سواد كده هوت ها ديفييتد للايه للناحية دي شوية فدي ديفييتد ناحية الرايت سايد فهنا اهوت حالة بلورال افيوجن كانت جامدة او نتيجة ميزوثيليوما الكيس دي ها بلورال افيوجن اهو ها والبلورال افيوجن الرهيب ده بيبقى ضاغط في هذا الاتجاه وشيفتنج التراكيه للايه للايه للاوبوزيت سايد طبعا ايه هنا هتبقى الايه الرايت سايد بتاع اه فهنا اهوت الحاله دي حاله بلورال افيوجن ضغطه التراكيه مديها شيفت الايه للاوبوزيت سايد الحقيقه لما اجيب سيره بلورال افيوجن ودي انا هتطرق لها ليتر في المحاضرات الجايه آه ان ان ان, إن الـ بي يعني بيزق التراكية في الاوبوزيت سايد ولكن ساعات يعمل اندرلاينج لانج كولابس فممكن حالات هنشوفها ان شاء الله في المحاضرات الجايه هتلاقي ان في افيوجن والتراكية ديفيتد ناحيه الافيوجن ليه؟ نتيجه الكولابس اللي حاصل كان سيفير قوي 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 فبدل يعني سي هو زائقها بمقدار 30 درجه اللف ناحيه الشمال والكولابس جابها كولابس يعني زي البالونه او اللونج ايه هوت او ما بقاش فيها اير فالتراكية بقت ناحيتها بمقدار بدل 30 60 يبقى انا عندي هنا هتتجه بناحية ناحيه مش العكس ولكن ان جنرال الافيوجن بيبوش التراكيه ايه ناحيه الايه الأوبوزيت سايد انليس ذيز اندرلاينج لونج كولابس رهيب جدا 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 ساعتها التراكيه دي ممكن تبقى ايه تروح ناحيه الايه الكولابس لكن بادئا زي ما ادي تراكيه بصوا عليها كويس جدا هنا اهوت اللي هي ايه فوق هيدييفيتد إيه للايه للليفت سايد اهي ده خدناها دي ادي الكيرف بتاعها بس الاسود اللي جوه انا يعني مش عاوز ايه ابوظه اهو اخدناها من شويه واخدنا بعدها ايه تراكيه نتيجه بلور افيوجن عنيف جدا ايه زقها ايه ناحيه الايه الليفت سايد اهوت ايه ديفييتد ناحيه الايه الليفت سايد آه ده بالنسبه لايه للديفيشن بتاع التراكيه وادي اهي ادي التراكيه اللي ديفييتد للليفت سايد وعندي عامل اسهم هنا ايه توضيحيه عشان ايه اوريكوا هي ايه متجهه من السنتر للايه للسول للرايت سايد ماي انا اقصد للرايت سايد طيب تعالوا نشوف التراكيه اللي بعدها دي الله دي مش معقوله ده شايفين التراكيه ماشيه فين رايحه ماشي فين حاجه مش طبيعيه اهي السواد ده هو شايفينه اهو اهو انا ايه هشيله تاني لحظيا ركزوا معايا في الحته دي وهشيله هتحسوا ايه في 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 سواد هنا اهوت كده اهوت في الايه في جوه في السنتر دي في بياض اهو شايفين اهو اهو الايدج بتاعه والسواد ايه جنبه على طول وفي لاين ابيض هنا اهوت كده ايه بقيت ايه بوردر التركية يعني هي ديفييتد للايه للرايت سايد كان بسبب ايه ها حاجه اسمها تنشن يوموسوراكس انتوا لو تاخدوا بالكم اللونج في الصوره دي هنا اهوت ها لو تاخدوا بالكم الحته دي انا بس بركز على حته صغيره بعد كده هتلاقيها بلاك جيت بلاك ما فيهاش اي تضاريس ما فيهاش برونكاي تعالوا قارن لكم بالليفت سايد بنحب دايما نقارن شايفين الليفت سايد عامله ازاي قارن بالرايت سايد هنا جيت بلاك ما فيش كانه اير بيور اير بلاك فيبقى انا عندي هنا هوت ده ممكن حاله نيومو سوركس راح تزقل التراكية اهي ايه, إيه مرمية ايه في الناحية ايه التانية وهي اللي ماشية في هذا الاتجاه الايه الغريب هنا هو ها ادي هي دي ايه التراكيه وادي اللاين الابيض انا ماشي عليها ايه ومتفرعه ايه بعد كده طيب إيه الحاله دي انا بعمل مربع حوالين التراكيه هتلاقي ايه ادي الميد لاين ايه هنا هوت كده هوت ماشي كده الميد لاين هتلاقي ايه التراكيه ايه ديفييتد للليفت نتيجه زي ما اتفقنا ايه تنشن ايه نيوموثوركس في الـ في الـ في في اللنج هنا يعني هوا بس ببريشر عالي قوي 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 بيضغط عليها ايه بيزقها ايه الناحية ايه التانية طيب ناخد اكزامبل كمان للتراكية اخبار ايه اخباركم ايه في التراكية هنا هو اعتقد ان هو التراكية دي الموديل اللي كنت بشرحه من شوية فاكرين لما لما قلنا اولا ان الاول نقرر شكلها ايه التراكية هنا شايفين الانبوبة دي اللي جاية من فوق هنا هو ونازلة هنا هو ورايحة في هذا الاتجاه هي دي التراكية يعني ديفيتد تماما الايه للليفت سايد جميل يبقى انا عندي التراكية انا لما ابص عليها اهي ديفييتد ايه للليفت ايه سايد تماما ايه زي الرسمة ايه اللي عندنا كده اهوت جميل طيب هنا السبب ايه نستغرب جدا ان لو ده في الصوره دهيت وشايفين اهو الايه السواد بتاع الايه التراكيه وهي ديفييتد اهوت ناحيه الابيض وادي البوردر بتاعها داخل ايه في الابيض هنا اهوت ثاني اهو هنا في لارج بلورال افيوجن رهيب، البياض الرهيب ده هو ده كله بلورال افيوجن تقول لي المفروض البلورال افيوجن كان يزقها ايه؟ الناحية الثانية يعني كان يزق التراكية دي ال ال الأوبوزيت سايد أوف ذا ليجن، بمعنى ايه؟ إن هو إن هو ال ال البلورال افيوجن ده كان المفروض يزق التراكية هنا هو ناحية الايه الرايت ايه؟ سايد يعني هو ده على الليفت سايد اهو كان المفروض يزقها ناحيه الرايت سايد ايه اللي حاصل ازاي التراكيه في الحاله دي ها جايه ناحيه الايه متجهه ناحيه الايه الرايت يعني ازاي متجهه ناحيه الافيوجن عشان اتفقنا وقلت لكم قبل كده من شويه ان لو في اندرلاينج سيفير لانج كولابس زي الحاله دهيت ها زي الحاله اللي عندنا دي هو في افيوجن اه بس في اندرلاينج لونج كولابس رهيب تحتها لدرجه ان الافيوجن زائق بمقدار اكس في الاتجاه ده الكولابس جايب التراكيه نتيجه ان في كولابس 2 اكس هناوت او يعني دبل نوت ففي النهايه متجهة ناحيه الافيوجن فيبقى انا عندي زي ما شفنا من شويه ولو رجعتوا عليها هتلاقوا افيوجن واضح التراكية فيه كان متجهة للأوبوزيت سايد وادي إفيوجن بلورال إفيوجن متجهة في للسيم سايد إيه أوف ذا ليجن وادي إيه إيه بعمل إيه دايرة حوالينها كده بيضاوية عشان تشوفوا التراكية مرمية إزاي ناحية الإفيوجن ودي معناه ان في اندرلاينج ايه لانج كولابس جامد جدا تحت الافيوجن نورمال الافيوجن هيزقها ايه الاوبوزيت سايد اوف ذا ليجن وادي انا عامل دايره هنا اهوت كده ها عشان ايه يبان الافيو التراكية وهي ديفياتد اهي انا هعمل سامي يوريكم هي ايه اتجاهها رايح ايه رايح فين كده هوت اهي اه ادي ايه اه التراكية شوفوا السواد هنا اهوت واضح جدا وهاخد الصورة اللي بعدها ها العكس خالص التراكية ايه للليفت ايه سايد انا بحب احب دايما اعمل الايه المقارنات عشان الايه العين تبدا تتعود يعني واحده اهي تراكيه بص لي عليها ها متجهه فين متجهه لهذا الاتجاه ها يعني متجهه ها للليفت سايد التراكيه دهيت متجهه لايه للايه للرايت ايه سايد او للرايت لاين ماشي هحطهم اه جنب بعض كمان عشان ايه او صوره توضيحيه للي فاتت اهي دي سنترال تراكيه اهي دي انا احب ايه واحده موديل اهي التراكيه الانبوبه السودا دهيت اللي ماشيه ايه بالملي في النص كده اهوت حاجه زي الفل وشايفين التراكية دي ديفيتد مرميه ازاي كده اهوت اهو اهو كده اهوت ايه رايحه في هذا الايه الاتجاه فديفيتد لهذه ايه الناحيه فيبقى اذا انا عندي لو اقارن الاتنين دول وادقق بشده شديده ما بينهم اهو ادقق كده كويس هلاقي اهوت ادي مستطيل ادي التراكية جواه متسنطره تماما وادي هنا اهوت ايه مستطيل هنا اهوت شايفين الايه التراكيه هتلاقوها ايه ديفييتد ايه لناحيه الايه الرايت سايد ايه كده اهوت يعني ها, ها ده 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 اللي ده, ده ده الفارق البسيط ولكن فيري سيجنيفيكانت عندنا ودي اول ستيب نبص فيها في الاشعه الاكس راي الايه التراكيه آه آه أنا هنا هو سبب إنها ال... 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 التراكية رايحة الناحية الثانية كان إيه؟ يعني أنا إيه؟ يعني ال... ال... لو 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 هرجع لل... للصورة اللي فاتت دي التراكية رايحة الناحية دي قال لك بسبب إن فيه أندرلاين كولابس في اللنج شايفين الحتة البيضة دي؟ ها؟ لو أنا هقارن الحتة دي بدي شايفين هنا سواد ع... يعني المثلث ده سواد هنا اهوت المثلث ده ابيض ازاي دي كولابس لانج فعشان كده الايه التراكية مرمية ناحية الايه الكولابس رايحة ناحيته ها ديفييتد ايه تو ذا رايت سايد فهنا اهوت في الرسمه دي انا بدل ما ارسم بدل ما ارسمه عامل ايه المثلث اهو قدام عينينا اللاين الابيض ده وزيه لاين ابيض بالظبط الناحيه الثانيه واقدر اقارن ما بين المنطقه دهيت اللي جوه دهيت شايفين سودا ازاي نفس المنطقه دي ايه بيضه ازاي كده اهوت معناها ايه في لانج ممكن احتمال لانج ايه كولابس مفيش اير في المنطقه دي لانج كولابس يمشي مع ايه التراكيه ديفيتد ناحيته لو كانت كونسوليديشن في اللانج يعني نيومونيا ومجرد ايه نيومونيا ايه زي مثلا الكوبايه دي مليانه فلويد بس هي إيه كده مليانه فلويد لا جايه كده ولا كده ده الكونسوليديشن فالتراكيه مش هتبقى ديفيتد لا كده ولا كده في بيور كونسوليديشن لكن لانج كولابس اللي هي فضت من الهوا وعشان كده اتحولت من السواد ده للايه للكالر الابيض شويه لان ما بقاش فيها هواء الاير هو اللي بيدي لون السواد ده يبقى فيه هنا ايه ممكن لانج كلابس وده يمشي مع التراكيه اللي هي ديفيتد ايه, إيه ناحيته ايه كده اهوت ايه زي ما الرسمه دي عندنا فيبقى انا عندي هنا اهوت بقارن بالصوره الاولى دي فيها ايه النورمال ها آآ آآ والتراكيه اهي سنترال وعندي هنا المنطقه دي فيها لونج ايه كولابس والديفيشن واضح ايه في ال ايه التراكيه ناحيه الايه الكولابس ايه لما اجي ابص على الصوره دي التراكيه فيها ديفييت للليفت بسبب ايه يعني انا اهو ادي ادي التراكيه انا هركز هنا في الحته اللي فوق دي هلاقي ايه في لاين هنا اهوت كده اهوت اهو واضح التراكية ادي السواد ده شايفينه الحته دي هي دي التراكية ديفيتد الايه إيه للايه للليفت سايد او للسايد ده ده سببها ايه؟ سببها هنا إيه؟ ليفت لور لوب كولابس، احنا لسه واخدين ليفت ابر ابر لوب كولابس دي ليفت ايه لور لوب كولابس، بيبقى مشهور بانه ايه؟ دبل بوردر للقلب، الكولابسد لانج عامله بوردر اه والهارت عامل ايه بوردر يعني ايه الليفت لور لوب كلابس بيبقى مشهور جدا في الدبل ايه ها آ آ بوردر ليفت بوردر بتاع القلب كده اهوت هتلاقي لاين هنا اهوت بتاع الكولابس لانج وهتلاقي الهارت كده اهوت شادو فيبقى انا عندي ايه الدبل بوردر بتاع القلب ده هو اللي يقول لي في ليفت لور ايه لوب ايه كولابس اللي ياكد لي ان دي كولابس مش قضيه حته كونسوليديشن اه, او نيومونيك كونسوليديشن اه, وجود التراكيا ديفييتد ناحيه الليجن معناها ان ايه, collapse في ال ايه كولابس في الايه في الحته دي من اللنج وعشان كده ايه التراكيه ايه مرميه ايه ناحيته في ديفيشن ناحيه الايه الكولابس ايه اريا فيبقى انا عندي هنا اهوت لما اجي ابص تاني هنا اهوت كده دي الليفت لور لوب كولابس وكاركترستيك لو الدبل بوردر زي ما اتفقنا وادي التراكيه اهي نازله من فوق كده وديفياتد uh, ايه للناحيه دي ايه كده اهوت. اه دي لو قارناها باللي قبلها اللي قبلها كانت ايه مش ليفت لور لوب كولابس دي اهي ليفت لور لوب كولابس اللي قبلها كانت ها اه ليفت رايت لوب كولابس اه, أه، والتراكيا ديفيتد دي ايه لناحيه الكولابس ايه برضه هنا اهوت كده بس هي ايه هنا هتبقى يعني ناحيه الرايت اللي, شايفينها من شويه كانت ايه ديفيتد تراكيا ناحيه الليفت بصوا على التراكيا تاني كده ها ده هيت الانبوبه السوداء ده هي اللي ايه في, في النص دي رايحه ناحيه الرايت وفي دي رايحه ايه ناحيه الايه الأنبوبة السوداء دققوا فيها تاني وأنا بعمل لها البوردر تاني عشان إيه؟ عينيكوا يعني تتعود أهي أدي أهي أهي الأنبوبة إيه؟ السوداء ده هي اللي شاكر. واضح واضح يعني أنا لو هشيل الـ 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 الأحمر تبدأوا تركزوا إيه؟ في السنتر كده هتحسوا إيه؟ ماذا أقصد إيه؟ بالتراكية <applause> عندي انا هنا ادي برضو ايه موضحه لكم في دايره في دايره ايه حواليها بالكلر الابيض عشان تعمل لي كونتراست وواضح ايه التراكيه ايه ديفيتد اهو الناحيه دي اهو اهو الانبوبه ايه وديفيتد ايه هذه الناحيه. ها نتيجه ايه قلنا ايه ليفت لور ايه لوب كولابس اللي دبل ايه بوردر هنا اهوت كده. أه انا عامل لكم الايه التو بوردرز بتوع القلب عشان ايه محدش بتوع القلب والكولابس ادي الهارت وادي الايه الكولابسد اريا هنا هو ده اللاين ايه الثاني هنا اهوت ادي واحد وادي الثاني الدبل بوردر ده اتفقنا ان هو بتاع الليفت لور ايه لوب كولابس وهناخد مور اكتر في اللنج نفسها انا كل ده بس بتركيه ها والحاجات الاسوشيتد لان الكولابس لانج بتخلي ايه التراكيه تتجه لها لان الايه الهواء فضه من اللنج وبالتالي صغر حجمها التراكيه ايه اه تروح رايحه ناحيتها زي الايه الرسمه ايه اللي احنا شايفينها ايه فوق كده اهوت اهو اللانج ايه ديفييتد ايه ناحيتها ايه تماما تقدروا تثبتوا الفيديو في اي لحظه وتدققوا في اللي انا بقوله عشان ايه تتخيلوها كويس ده انا نصحت ليك في الاشعه كده دائماً آه هنا في مقارنة آه برضه عاملها بال... بال... بالسنترال تراكية هنا هو الأنبوبة آه دهية الفوست البياض في حاجة سودة كده إيه هي الحاجة السودة دي آه ايه ده اللاين بتاعها ما... واحد لاين ماشي كده ودي لاين ماشي كده البوردر بتاع التراكية اهو وفي سواد وسط البياض هنا هو لو أنا هاجي أعمل إيه دايرة هنا هو كده ها هلاقي ايه في السواد ماشي ايه في هذا الايه الاتجاه شويه ناحيه الايه لاين فانا بس ايه الاشعه تحب الايه المقارنات آه سواء المقارنه هنا برضو ايه عامل البوردر الابيض عشان يبين لي الكونتراست ادي ايه فوق اللاين ده في سنترال ايه تراكيه انا بعملها ايه بلاين اهو ادي السنترال تراكيه واختا هنا اهوت الناحيه الثانيه ايه ديفييتد الايه للايه للسايد بتاع الايه الكولابس ايه ها لانج اللي هي باين الايدج بتاع الكولابس اهو اللي جوه ده لما نيجي نبص على الصوره دي ده التراكيه هنا ديفييتد لايه يا حد بص لي كده لحظه ويفكر ها ادي المفروض التراكيه السواد بتاعها ده اهو شايفينه رايح لأن ناحيه السواد داخل في وسط الابيض اهو ادي اهو ادي السواد اهو 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 رايح الناحيه دي. يعني التراكية رايحه هذه الناحيه. ده برضو كان بسبب ايه؟ حاجه هنا في الابر لوب لو تاخدوا بالكم لو تقارنوا ده بالناحيه دي وانتم تشوفوا يعني ايه آه المسوده والمبيضه هنا. هنا دي كولابس في الابر لوب رايت ابر لوب كولابس. انا يعني عاوز عينيكوا تتعود لحد ما توصل تبقى متعوده جدا رايت ابر لوب كولابس ومعاه تراكيا منطقي والله تراكيا ناحيته راية الكولابس بتاع ايه اللنج لكن لو قلنا لو ده كونسوليديشن هيبقى شكله شويه مختلف ولا ولكن في اذر فيتشر ان في الكونسوليديشن مجرد فلويد مالي الالفيلاي لا بيسحب ولا بيزق يعني ما هياش غير البلورال افيوجن بيزق او كولابس بيتسحب ناحيته آه فهنا دي واضح ان في لونج كولابس رايت ابر لوب ايه كولابس ومعاه التراكيه هنا اهوت ايه شيفتد هنا اهوت ناحيه الكولابسد اريا وقارنا المنطقه اللي, اللي دهيت بالحته دي من اللونج وقد ايه شفنا الرايت لونج اهوت في رايت ابر لوب كولابس الليفت لونج ايه الابر بارت بتاعها ما فيهوش الكولابسد اريا دي آآ 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 فأنا هشيل الإيه الأحمر كده عشان كنت تتخيلوا أدي الكلابس آريا إيه ها كده هوت في, ال في الم المنطقة دي أنا لو هعمل زيها أختها كده هوت هنا هوت إيه واضح إن هو إيه في اختلاف مطلق ففي هنا دي الكولابسد آريا وليس ولا, ولا أتعجب لما نقول إيه التراكية إيه ديفيتد إيه ناحية هذه الإيه الكولابسد إيه آريا كده هوت فتلاقي التراكية رايحة في هذا الإيه الاتجاه آه بنبص تاني كده آه اهي اسهم عاملها لكم صفرة هنا اهوت وموجهة ناحيه البوردر اللي هو الروفا... اهو ده هو. اللي ماشي كده اهو كده اهوت بت... اللي جواه ايه السوادة دهيت بتاعه الايه انبوبه الايه التراكيه متجهه ناحيه الايه الكولابس ايه لانج ايه آه آه تيشو هنا اهوت في المنطقه دي آه لو انا هقارن الاثنين دول ببعض انا عندي برضو ايه السنترال تراكية زي الفل هنا اهوت الانبوبه دهيت العين سنتر والترانسفيرس بروس في النص الـ الـ هنا هو السباينس التراكية الانبوبه بتاعتها ايه التراكية هنا هو الداخلة في البياض كده ديفييتد ناحية هذه الناحية ففي ديفييشن ايه للتراكية للناحية دي آه فأنا عندي واحدة هي تراكية سنترال زي الفل اهي دي نورمال وعندي هنا التراكية هنا اهوت لو انا هاخد ايه مربع كده اهوت ايه هنلاقيها ماياس سنترال هنلاقي ادي ادي من, ال... من ال... انا روح اللفت اكس راي اللي انا حاططها هاخد سهم منها يروح للناحية دي عشان يوريني التراكية اللي ايه اللي مرمية ايه ناحية الايه هنا اهوت كده السواد بتاعها داخل الناحية دي ايه دي يعني ديفييتد للناحيه ال... 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 اللي فيها الايه الكولابس هنا مفيش لونج كولابس واضح ها لكن دي فيها ايه الاشعه اللي هي على اليمين دي فيها لانج ايه كولابس دي ما فيهاش لانج كولابس والتراكية ايه سنتر والسباينس بروسس في السنتر كله تمام وهنا هو التراكية ايه محذوفه ناحيه الايه الكولابس هشيل برضو الريد وعاوزكم ايه تبصوا ايه آه بص معايا على الـ 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 المنطقه اللي فيها الكولابس والمقارنه اللي احنا ايه عاملينها مع بعضينا دهيت ها ادي النورمال وادي الكولابس وادي التراكيه النورمال فوق اللاين ده وادي التراكيه اللي ايه الديفييتد ايه هنا اهوت كده ها تدقيقة تانية الله يكرمكم وثبتوا الفيديو وانتوا تتخيلوها يعني ايه كلابس كل رايت ابر لوب كلابس كل ومعاه ايه تراكيا دي ديفيتد طب انا عندي هنا انا برضو ايه بحب اعمل اللاينز البيضة دي عشان توضح ادي ادي اللاين الابيض اللي ده اللي جوه الاحمر ده وده اللاين ابيض بيقارن لكم ما بين الايه الرايت ابر لوب هنا والرايت ابر لوب هنا اللي هي في النورمال دهيت وفي الكولابسد لانج وازاي هنا التراكيه كانت نورمال ومتسنطره زي الفل هنا اهوت اهي لكن التراكيه في هذه الناحيه كانت ديفيتد دي ايه ناحيه الكولابسد ايه اريا اه ال ال ال, 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 ال اللانج دي هنا التراكيه فيها ها ديسبليسد واضح الناحيه دي لو تاخدوا بالكم اهي شايفينها اهي التراكيه ده ايه عامله ايه كده اهوت الايه السواد ده اهوت ايه واخد الكيرف ده ده نتيجة هيوج شايفين الماس دي؟ الماس دي البيضة دي دي ماس زقة التراكية في هذا الاتجاه، يعني أنا لو هعيد رسمها تاني أهي ماس في الجزء ده كده اهوت واضحة الماس ده مش موجودة في الناحية الثانية موجود ماس هنا كده والتراكية اللي هي الأنبوبة السوداء ده هي معوجة معاها، فهي ماس برة التراكية زقاها ودي كانت هيوج جويتر يعني الشيء الجميل في الموضوع لو نعرف ان دي هيوج ايه جويتر كان هو اللي ايه زي الايه التراكيه وفعصها مش مجرد كده انكروتشنج على اليوم بتاعتها كمان اه في هذا الايه الاتجاه في حاله ايه هيوج ايه جويتر الرسمه دي بردك بت بتوضح لي الصوره مش عاوز اعلق عليها انا يعني مش عاوز اعمل رسومات كتيره اهو ادي التراكيه اهي الايه شايفينها في هذا الايه الاتجاه متجهه للناحية دي عشان في عندي هنا هيوج ايه جويتر فهي ديفييتد للرايت بسبب ايه جويتر وادي الايه البوردر بتاع الايه التراكيه ها الاسود هنا اهوت اه والبوردر الثاني بتاعها المفروض يبقى هو ماشي كده السواد بتاعها الانبوبه اهي الرسمه دي بتعمل لي البوردر بتاع التيومر و ال, 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 ال هشيله تاني عشان تتخيلوا ايه يعني ادي البوردر بتاع ال, 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 التيومر والبوردر بتاع التراكية أهم ادي التراكية اهي خدوا بالكم من الحته دي وهشيل انا ال, 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 ال البوردرز كده وعليكو على التراكية يعني رجعها لي كده اهي الرسمه اهي ادي التراكية ده إيه اهي وهشيل الاثنين وعينيكوا فوكس في الحته دي شوفوا التيومر ماس البيضه دي ها في المنطقه جويتر وزقها ناحيه الرايت وهشيل انا ايه اللاينز عشان تشوفوا التراكيه ازاي ديفييتد ايه ناحيه الايه الرايت ايه سايد آه عندي بردك هنا الـ 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 ال 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 النورمال تراكية السنترال بتاعتنا هي اللي هي الأنبوبة اللي ايه في النص ديت نازلة زي الفل وعندي هنا اهوت الايه التراكية هي اللي بتاع الرفيعة قوي دي ها عاوزكم ايه تكبروا الصوره وتثبتوها هنا ايه ادي الرفيعه دي ديفييتد ليه؟ عشان في ماس ايه في الناحيه دي؟ طبعا احنا لو قارنا بالناحيه دي مفيش ماس ايه في الناحيه الثانيه خالص يعني انا ايه بقارن اهو ده السواد النورمال وده ايه البياض بتاع الايه الماس في المنطقه ايه؟ ده هوت هنا هوت كده فانا هنا هوت لو هرجع للصوره دي تاني واحده سنترال تراكيه زي الفل اهي الانبوبه السوداء واحده الانبوبه معوجه كده ورفيعه ومرميه ايه في ناحيه نتيجه انكروتشمنت عليها ايه بالماس اللي موجوده ايه في الليفت سايد اللي احنا شفنا ايه الاشعايه الثانيه ما كانش فيها الماس دي فهنا دي حاله جويتر وزقه ايه التراكية للايه للايه للاوبوزيت ايه سايد هشيل انا الاحمر ثواني وعاوزكم تتاملوها وبكررها تاني التراكية بتاع الانبوبه الرفيعه الم... اللي جوه الايه البتاع بتاع الدايره الحمراء اللي عاملها دي قارنوها بقى بالنورمال تراكية قد ايه الويتس بتاعها كبير هنا هو لا ده دي واضح في انكروتشمنت من, من حاجه مضيقه اليومن بتاعها كمان ها أه وده اللي مخليها ايه بالايه بالمنظر الايه الغريب ده كومبيرد الايه للشكل اللي احنا شفناه السنترال تراكيه ده. اه انا عامل لاينز حواليها اتفقنا انا بحب اللاينز دي للكونتراست بتبين لي اهي يعني انا هرجع هنا تاني عينك كده معايا بص وبعد كده اللاينز اهي بص لي ثاني على المنطقه دي كويس قوي هتلاقي دي التراكيه السنترال والتانيه اللي كانت ديفيتد وهنا حاطط حواليهم لاينز عشان ايه الصوره تبان ايه وتتضح. إذا ذكرت تركيا يبقى لازم أجيب سيرة أنه ممكن ألاقي إيه فورين بودي في التراكية موجود ما طالما هنتكلم عن التراكية كلمنا عن الديفيشن، لا في حاجات أخرى فورين بودي إنهيليشن أدي واحد مسمار أهو في في التراكية واضح الإيه الأنبوبة السوداء حواليها إيه أهو وجواها إيه أدي المسمار ممكن في الأطفال والحاجات دي طبعا الحاجات دي إيه ممكن تحصل بننجي الجميع إيه عندي هنا إيه هو التراكية دي هنا رايت باراستيرنال ماس ديفياتنج التراكيه ها ها ادي 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 التراكيه اهي بصوا اهي والماس داخله عليها وديفياتنج التراكيه ايه في هذا الايه الاتجاه اللي هو ايه يعني الماس ضغط عليها في هذا عامله انكروتشمنت وزقها في هذه الناحيه يعني مش مجرد مزقوقة وبس لا ده في انكروتشمنت عليها بسبب رايت باراتراكيه الماس ديفياتنج التراكيه الايه لل الاوبوزيت سايد اهو او للناحيه دي اهي فانا لو هشيل انا الريد كلر اهي وركز على المنطقه دهيت اهي هلاقي البوردر بتاع الماس هنا اهوت اهو اهو ادي أه، وادي الماس هنا اهوت رايت باراتراكيا الماس وزي الايه ما انا كاتب لكم فوق كده رايت باراتراكيا الماس والتراكية نفسها اهي عليها بالايه بالماس هنا السواد اللي حواليها واضح هنا الايه التو كونتراست واضحين الماس بيضاء والاير اللي جوه التراكية ايه مسود آه آه هنا هو ايه دايره حوالين الماس آه والدايره انا شلت الكالر الاسود عشان يبقى الكونتراست برجعها تاني ها الكونتراست واضح هنا اهوت حوالين الماس والتراكيه حواليه ايه ديفييتد دي هنا اهوت مش ومش مجرد ديفييتد وبس ده هي في انكروتشمنت على الايه الاير على التراكيه على السايز بتاعها بسبب الايه البوردر ايه بتاع الايه الماس دهيت هيت آه لما نركز في المنطقه دي واشيل اللاينز خالص ها انا هشيل الاول اللاين الاحمر ونتخيل التراكيه وبعد كده هشيل الايه اللاين اللي حوالين الماس عشان تتخيلوا الماس ايه اللي كانت هي ايه البياض اللي ايه اللي في الحته ايه دهيت عامل انكروتشمنت او ديسبيسمنت للتراكية هنا يعني اهوت ايه للايه للاوبوزيت ايه سايد ها وبشيله تاني بس عشان ايه عاوزكم العين ايه تتعود ايه كويس قوي على الايه الـ 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 الشكل آه يبقى بكده احنا اخدنا اول جزء في لما اشوف شيست اكس راي ها يعني انا ما احبش نقفز بقى ونقعد وفي الاخر هنعمل سمري ولما للقصة كلها يعني بس انا عاوز نمشي سيستماتيك اخذنا التراكيه اخذنا الديفيشن شفنا البرورال افيوجن زائقها شفنا الكولابس متجهه ناحيته شفنا فايبروزس لو تفتكروا اول واحده كانت سحبها وشدها ناحيتها شفنا انكروتشمنت عليها بتيومر ماس او فورن بودي من جواها كل دي احتمالات ممكن نلاقيها في التراكيه ودي مجرد ايه البدايه ولكن في الاخر ايه هنلم ونريفيو كل ايه حاجات اللنج ولكن عاوزكم تركزوا في دي على التركيه والحصه الجايه فيري سون ها حصه خطيره على الايه اللنج باذن الله اوكي شكرا اللي هو اللنج تيشو يعني نفسه وشكرا جزيلا والى لقاء اخر باذن الله